من دون اندلاع الحرب في البلاد، ومثل هذا المشهد غائب عن اليمنيين. البرلمان يجيز الموازنة العامة للدولة للعام 2019، وهي الموازنة التي حددتها الحكومة بأكثر من 6 مليارات دولار، وبنسبة عجز هي الأكبر في تاريخ البلاد، فسرته الحكومة بتراجع الإيرادات الذاتية وزيادة الإنفاق المحلي. يعتبر حقيقة بيان مالي على الموارد المتاحة الضعيفة للبلد، قدمت 3 تريليون 511 مليار، ما يعادل بس الصرف اليوم 6 مليار 250 مليون دولار. العجز طبعا بلغ حدود ما يقارب حدود 40%، لان الموارد حقيقة ما قلنا الموارد بسيطة. الموازنة الحكومية والتي قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراستها إنها اقتصرت فقط على الجهاز الإداري للدولة، تعتمد وبشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز بنسبة 32%، تليها الضرائب بنسبة 30%. أنا أريد أن أسأل، هل الحكومة الآن تبيع مشتقات نفطية ولا لا؟ من يبيع مشتقات نفطية؟ ما هي موارد الحكومة من المشتقات النفطية؟ هذا أمر في غاية المهمية. أما أن يقولون حدث عجز المبيعات، من يبيع؟ ما هي المبيعات الحالية للحكومة من المشتقات النفطية؟ حديث السلطات عن أن الموازنة قد أعدت لتشمل كل المستوى الوطني دفع بمراقبين للتشكيك بقدرة الحكومة على جميع مواردها العامة، خصوصا في ظل الانقسام الحاصل بالمصرف المركزي والازدواج المؤسسات بالمحافظات التي تسيطر عليها الشرعية وتلك الواقعة تحت وطأة الحوثيين. أعتقد بأن هناك ملمحان أساسيان يجب التركيز عليهم في أطروحة الموازنة التي قدمتها الحكومة. الأول هو المتعلق في مسألة تسليم الرواتب للمواطنين الواقعين تحت سيطرة الحوثيين، وفي هذا الصدد طرحت الحكومة بعض الحلول، قد تكون عملية أو غير عملية، ولكن هم طرحوا بأنه يتم تسليم هذه المرتبات للمواطنين من خلال شركات الصرافة، بحيث أن الحوثيين لا يستطيعون التحصل عليها بشكل مباشر. من جهة أخرى هم يعانون أيضا أن هناك الكثير من المداخيل والموارد المادية المهمة ما زالت بحوزة الحوثيين، مثل الاتصالات والكثير وأيضا الضرائب. لكن الصورة لا تبدو سوداوية بالكامل للبعض، فوجود برنامج مالي للحكومة كما يرى اقتصاديون يمكن له أن يخلق انطباعا جيدا لدى المؤسسات النقدية والدولية بجدية التوجهات الاقتصادية للحكومة ودعمها ماليا عبر تقديم المنح والقروض. بعد 4 أيام من المناقشات، خرج البرلمان من دورته غير الاعتيادية بسلسلة من التوصيات الملزمة للحكومة، أهمها تنفيذ إجراءات تتعلق بمكافحة الفساد والحد من الإنفاق وإجراءات تقشفية، وكذا ضبط تحصيل الموارد العامة للدولة وتحصيلها إلى البنك المركزي في عدن. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، سيئون.